السائل الكريم الذي سأل: في شقة جنبي إلى جواري، جيراني أعلم يقينا أنهم اشتروها بمال محرم وعرضوها الآن للبيع، هي تلزمني، أريدها لنفسي توسعة أو لأولادي، فهل يجوز لي أن أشتري هذه الشقة منهم؟ أقول للسائل الكريم: الأصل في الشقة أنها مباحة وليست محرمة في الأصل، أما مالهم الذي اشتروا به هم يسألون عنه أمام الله، يجوز لك أن تشتري الشقة لنفسك منهم إن شاء الله تبارك وتعالى.